ما تلعبش في التوليد لاجل احتفاء الخمسه ديال النساء مناضلات في حقوق المدافعات عن حقوق الانسان وعن حقوق النساء، خمسه ديال المناضلات رائعات في مختلف الميادين. وانا جد سعيده لنا نغتنموا هذه الفرصه باش نذكروا النضالات النسائيه وباش نتمنوها وباش كذلك نوقفوا على العواقب وعلى التحديات اللي مازالت تنتظرنا. وانا يعني فرحانه بزاف انه منظمه العفو الدولي اختارت مناضلات سياسيات، اختارت كذلك المصحفيات، اختارت يعني مناضلات في مختلف المجالات، وكذلك خصت احتفاء بفتاة اللي هي مبتدئة ربما في مازال صغيرة يعني عندها 22 أو 23 عام، هي زينب فاسكي اللي هي يعني كتستعمل الابتكار ديالها والحسن الفني من أجل إعطاء صيغة جديدة للنضال من أجل المساواة، من أجل حقوق النساء، من أجل محاربة العنف والتهميش ضد النساء. كنا دائما منارات مضيئات. أنا جد فخورة بهذا التكريم اليوم، وكنشكر أمنيستي المغرب على هذا التكريم، وهذا التكريم راه شي حاجة اللي مزيانة لحراك الريف، لأنه كيعبر بأن راه الناس في الريف راه جد راقيين سلميين حضاريين، خرجوا في احتجاجات ومظاهرات سلمية وأنهم ما عملوا والو، وبأن الأحكام والمحاكمة سوريا في حق إخواني وأبناء الريف الذين يتواجدون حاليا في السجون محكومين بعشرين سنة، كاين اللي محكوم بعشر سنوات خمس سنوات وإلى غير ذلك من الأحكام جد قاسية. يعني أنا كنشوف بأن هذا التكريم راه فخر، وهو واحد التعبير على أننا في الريف راه ما عملنا تجريمة باش الدولة تنتهج هاد المحاكمات وهاد القمع وهاد التضييق على الريف. يعني في الريف حاليا راه ما كاين اي حاجة من داكشي اللي كيقولوا في الاعلام بان كاين شي حاجة عملناها في الريف، العكس راه العزلة زادت والتهميش زاد والاقصاء زاد وكل شيء يعني يرمز يعني انا غنسميها عنصرية تنتهجها الدولة تجاه الريف. شنو هي الرسالة ديالكم اليوم؟ الرسالة ديالي انا هو يعني بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الانسان، انا كنشوف بان المرأة خصها تخرج وتدافع على الحقوق ديالها، وخصها تكون يعني الى جانب الرجل في كل محطات في الحياة، لان المرأة بدون يعني نصف المجتمع. لذلك المرأة والرجل يعني منين كيكونوا مثلا بحال نعطيك مثال في المظاهرات ديالنا، مثلا كنا الى جانب الاخوان ديالنا، يعني شي حاجه اللي هي كامله وراقيه وكتعبر على واحد الشيء اللي هو يعني نسميه تكامل ووعي ايجابي. كما تعلمون هذا اليوم كل عواصم العالم تحتفي بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان. من هن هؤلاء النساء؟ هن اللواتي يشتغلن في ظروف صعبة ويواجهن تحديات جمة لرفع صوت المرأة التي لا تعتبر حقوقها في كثير من المجتمعات. بالنسبة لنا في المغرب هؤلاء النساء كانت لهن مسيرة مشرقة في الدفاع عن حقوق الإنسان، اشتغلنا في واجهات متعددة رغم الصعوبات. هناك الصحفية التي حملت آلة التصوير وتابعت نبض الشارع، وهناك المرأة الطبيبة التي جعلت من مهنتها أداة للدفاع عن حقوق الصحية والجنسية والإنجابية للمرأة. وهناك أيضا المرأة التي شغلت في مواقع السياسة والحركة الحقوقية لتطالب بالمساواة التامة بين الجنسين، ولتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام،
وهناك ربة البيت التي خرجت من بيتها مع أطفالها الصغار لتشارك الشارع في غضبه في حراكه في مطالبته بالمساواة بالعدالة الاجتماعية وبوضع حد للتهميش والإقصاء. كلها هؤلاء النساء يمثلن روح المرأة في المجتمع المغربي وبالتالي يستحقن منا كل تحية تقدير. ونستغل هذه الفرصة لنقول للحكومة المغربية إنها ملزمة باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأن توفر بيئة عمل مناسبة ودعم لهؤلاء الشجاعات اللواتي يقودن مجتمعنا نحو أفق أكثر رحابة وأكثر ضمانا للكرامة الإنسانية. أنا فرحانة بزاف لحق شاركت اليوم في هذا الإيفنت اللي بصراحة كيهضر على واحد القضية اللي مهمة في المغرب هي المرأة اللي خصنا نسلطوا عليها الضوء. هي مهمة عشان هنايا مالوغوزمون ديما كتلف الاخير هي بحال هكا ملي كتهضر على الميكرو متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.